وصفة دريم مقدم لنا النهاردة حاجة سهلة وبسيطة جدا. يعني أنا بحط في دماغي دايما إن دريم وصفاتها للناس اللي بتبقى عايزة تاكل حاجة حلوة بس في نفس الوقت بتبقى مش عايزة تخش المطبخ، ما عندهاش الجرأة إن هي تقف وتجرب وتعمل حاجات كتير، ما بتحبش الوقفة أصلا في المطبخ بس في نفس الوقت عايزة تاكل حاجة حلوة. دريم منتجاتها كلها أنا بعتبرها كده مسهله الدنيا خالص على الناس اللي عايزه تخش المطبخ، تعمل صلصه حلوه قوي وفي نفس الوقت سهل جدا ومقاديره قليله، تعتبر يعني المقادير بتاعتهم بسيطه جدا، حاجات بسيطه قوي بتطلع في الاخر طبق في منتهى الجمال. النهارده دريم مقدمه لنا ام علي، كل اللي محتاجينه على ام علي مع ام علي انا قلت لكم قبل كده اي منتج من منتجات دريم بنمسك العلبه ونمشي على اللي مكتوب على ظهر العلبه، المكونات بتاعته زي ما هو مكتوب، سواء كيك سواء ام علي سواء بيتزا سواء اي منتج من اللي هم المنتجات بتاعتهم نمشي على اللي مكتوب على العلبه. مشينا على الخطوات والمكونات اللي مكتوبه على العلبه او اللي بيحتاجها المنتج اللي احنا هنعمله او الصنف اللي هنعمله ضمننا صنف هايل. طب ام علي النهارده كل اللي محتاجاه له ان هم كاتبين على العلبه من ورا ان الباكت دوت او العبوه دي بنستخدم فيها ايه؟ بنستخدم فيها لتر حليب، كيس كريم شانتيه او باكت كريم شانتيه او معلقتين زبده. بصوا المقادير سهله وبسيطه ازاي وبيطلع في الاخر عندنا صنف في منتهى الجمال. طيب انا النهارده ادي الباكت بتاع ام علي، جبت الكريم شانتيه، جبت قشطه علشان اللي عايز ان هو ام علي تبقى بالقشطه، وزودت كمان حاجه من عندي مكسرات. ربنا كرمنا بايه النهارده؟ ربنا كرمنا ب بسم الله الرحمن الرحيم ببندق. عندك بقى سودانية، عندك مكسرات على حسب ما بتحبي، في ناس بتحبها ساده ما بتعملش فيها ما بتزودش فيها اي حاجه زي ما انت عايزه. والنهارده حبيت ان ام علي بتاعتنا تكون في طواجن صغيره كده او برامات صغيره علشان تبقى على قد الفرد بس. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 200 قبل ما ابدا في اي حاجه علشان يبقى سخن علشان يدي الوش الحلو اللي احنا عايزينه. طيب هنحتاج ايه كمان مع ام علي؟ زي ما قدرنا مكتوب على الشاشه كده، ام علي هنعملها النهارده بالقشطه وكمان هنعملها بكريم شانتيه. معايا علبه ام علي من دريم، لتر حليب مغلي ومتحلي، مغلي ومتحلي، السكر على حسب ما انت عايزه، قليل كتير على حسب رغبتك انت. ومعايا كمان كوبايه كريم شانتيه خام مضروبه، معايا قشطه بلدي، معايا بندق مجروس زي ما انتم شايفين كده. الحليب انا حطاه على النار بيغلي، انا حليته تحليه حلوه جدا بسيطه على حسب السكر اللي احنا عايزينه. وكل اللي هحتاجه ادي بوله اهي هفضي فيها لتر الحليب كامل، بسم الله الرحمن الرحيم، بنجيبها من بره غاليه وبنجيبها من بره على ما نروح البيت تكون بردت او بيبقوا حاطينها في الثلاجه، لا اهي دريم مسهله علينا الدنيا خالص علشان كل حاجه تبقى فين. وادي الباكت اهو بتاعهم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل اللي هم قايلينه على العلبه ان احنا نفضي الباكت ده على لتر حليب متحلي، بسم الله بالشكل ده كده. مش عايزه اكتر من كده. حد هيقول لي يا نونا الكميه اللي هي محطوطه بتاعت العبوه قليله قوي عن قليله قوي عن الكيلو، لا ما هو بصوا اولا الكميه دي هتتشرب الحليب بتاعنا وهتلاقيه ان هو بدا يتقل بالشكل ده كده. هروح عامله ايه كمان معاها عشان انا بقى عايزه اديها ايه حته البلدي يوكل بتاعتنا ان هي تكون دسمه، هروح عامله كده حته من القشطه البلدي وهدوبها كده مع الحليب بالشكل ده عشان اديها تطعيمه ودسامه اكتر كمان. يفضل طبعا في الحلويات ديت او في ام علي بالاخص يكون اللبن بتاعنا بلدي، يعني ايه بلدي؟ يعني جايبينه من عند اللبان ما يبقاش اللي هو المعلب يفضل، لكن لو موجود طبعا المعلب عندك ومش متوفر التاني ما فيهاش اي مشكله خالص. وابدا ان انا اعمل كده، بصوا بدا ان هو يتقل معايا بالشكل ده، وهعمل كده طبعا مش هنملى البرام بتاعنا لاخره علشان لسه فيه طبقه الكريم شانتيه اللي هنحطها او طبقه القشطه البلدي اللي احنا عاملينها، بس كده انا مش عايزه البرام بتاعنا يبقى مليان اكتر من كده. هنملى البرامات بتاعتنا كلها، الفرن بتاعنا قلت شغال على 200 او فوق المتوسط بشويه
علشان مجرد ما احط ام علي تاخد الوش الجميل بتاعها الحلو ونطلعها نشوف شكلها هيكون عامل ازاي. خلوا بالكم ان اللبن سخن، مش سخن بس كمان، لا اللبن مغلي، فهي مش هتاخد وقت في الفرن، يعني ما سيبهاش في الفرن واروح انشغل في اي حاجه، اخلي بالي منها عشان اول ما تاخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه نروح مطلعينها على طول وناكل اسهل واحلى ام علي. نعم، درجه الحراره 200 ان شاء الله، او اللي ما عندوش درجات حراره هيبقى فوق المتوسط بشويه. بصوا الباكت بتاعنا او العبوه بتاعه دريم عملت ادي 5 طواجن او 5 برامات، وممكن ان هي تعمل 1 سادس كمان. تخيلوا ان عبوه واحده تعمل 6 برامات ام علي، واحنا اللي عاملينها في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه. تخيلوا احنا لو هنجيب ال6 برامات دول من بره هيبقى سعرهم عامل ازاي. يبقى احنا موفرين حلو قوي كتير، او موفرين كتير وفي نفس الوقت عاملين حاجه ما خدتش مننا وقت خالص. طيب بصوا كده معايا، اللبن ده او الحليب انا كنت حطاه كان سايل، عشان كده قلت لكم ما تستقلوش العبوه على لتر حليب. بصوا بدات ان هي، بصوا انا قلت لكم هي هتتقل وهتتشرب بالحليب ده كله. بصوا بدات فعلا تشرب الحليب، يعني لما تيجوا تاكلوها مش هتلاقوها طريه ولا ململمقه ولا الكلام ده كله خالص. دريم ظابطه الكميه على الشعره زي ما بنقول. تعالوا بقى كده بصوا كده، ادي هنحط اول حاجه، ده كريم شانتيه على حسب ما انتوا بقى عايزين، كريم شانتيه او قشطه كده اهو. كل ده بقى لما يدخل الفرن هياخد لون وشكل مش قادره اقول لكم. لا الحروف ده كله هنمسحه بمنديل بس انا عشان تبقى واخده الشكل النهائي. تعالوا نحط كام واحد قشطه وكام واحد الكريم شانتيه. طيب يا نونا لو انا ما عنديش قشطه اعمل ايه؟ حاجه سهله وبسيطه جدا، ممكن ان احنا 2 معلقة زبده من عندنا هنروح حاطينهم على الوش هيدونا نفس النتيجه. نعم، فاحنا على حسب الموجود عندنا هنستخدمه، مش عشان نعمل صنف حلو اقول لك كلفي نفسك كتير، لا احنا جبنا العلبه خلاص وجبنا اللتر الحليب، ولو عندنا مكسرات ماشي. طيب انت يا نونا دلوقتي قلت ان في مكسرات لكن ما حطيتهاش، مش كل الناس بتحب ام علي يبقى داخلها مكسرات، فاحنا هنسيب المكسرات دي اختياريه ان احنا نحطها على الوش بتاع ام علي مش من جوه. متاكده ان ولادك مثلا وضيوفك هياكلوا المكسرات فبتحطيها جوه البرام عادي. حد هيقول لي ده لسه اللبن بتاعه ما اتشربش، ما فيهاش اي مشكله. هنحط كده وهيبدا ان هو كريم شانتيه ده مجرد ما يدخل الفرن مع السخونيه هتلاقيه ان هو خد المساحه كلها. بالشكل ده كده. تعالوا نحطها التانيه قشطه، يبقى عملنا 2 بقشطه. طب تعالوا كمان اللي احنا عملنا لهم قشطه نحط. حاضر. ده حطينا القشطه وحطينا البندق من فوق الوش، لكن ده ممكن نحط اهو شويه بندق حلوين كده واروح حاطه القشطه من عليهم. متهيألي اسهل من كده مفيش، خد مننا وقت ما خدش مننا وقت خالص، يا دوب اللبن غلي سكرناه بقى عندنا احلى ام علي. الفرن بقى عندنا شغال. تعالوا كده ننضف اللي احنا عملناه، واهم حاجه البرامات بتاعتنا الحروف بتاعتها تكون نظيفه علشان اما تدخل الفرن ما تنشفش الحروف كده ويبقى شكلها وحش واحنا بنقدم. خلوا بالكم حته التقديم دي بتفتح النفس اكتر، يعني قبل الدواء كمان كده. بصوا الحرف شغال ازاي ممسوح وزي الفرن. بس كده تعالوا بقى نحطهم في الفرن ونشوف
نتابعهم نتابعهم نتابعهم، اوعوا نحطهم في الفرن وننسى. تعالوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن بتاعنا شغال فوق وتحت على 200، على 200، ما عنديش فوق وتحت يا نونا، ما فيهاش اي مشكلة، ممكن اشغل تحت بس على درجة الحرارة برضو 200، وبرضو اتابعه كل شوية. كده وصفة دريم بتاعتنا خلصت، ما خدتش وقت مننا خالص، حاجاتها سهلة وبسيطة، وزي ما قلت لكم دريم دايما مسهلة علينا الدنيا.